الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما يخص الطارئين 1 و 2 اللي خاصة بحل المعادلات في سي. بعض الأسئلة نعطيك إياها واجب وراح تجي تدق حلك ويا الحل اللي راح أربع السطور. إذا عندك حلول بطريقة أخرى نقدر نناقشه، وإذا كان حلك مطابق للحل مالتي فأنت فاهم الفكرة بشكل صحيح. الفرع اي سهل جدا، احنا اخذنا الدرس الماضي اذا سي تربيع تساوي سالب 4 او سي تساوي موجب سالب 2 هاي. سي تربيع تساوي سالب 25 او سي تساوي موجب سالب 5 هاي. واذا كان العدد من الجذر شريد منه يبقى داخل الجذر والسالب يحول الى هاي. اذا ما يخص الفرع اي هذا مباشرة راح يصير زد يساوي موجب سالب جذر 12i. من هو جذر 12؟ هو 2 جذر 3. اذا هذا اذا جاء في الوزاره راح يكون من باب المساعده، فالحل هو خطوه واحده. راح يقول لي شلون ممكن يغير لي هذا السؤال؟ يجيب لك معادله تحل تجربه وواحد من القوسين هو زد تربيع زائد 12، والقوس الاخر كان يكون مثلا زد تربيع زائد 1. يعني شلون ممكن يجيك السؤال يقول لك زد اس 4 زائد 13 زد تربيع زائد 12 يساوي 0؟ حل المعادله هذه شو راح تحلها؟ تقول زد تربيع زائد 12 وزد تربيع زائد 1 يساوي 0، اما زد تربيع تساوي سالب 12 وراح اسوي هذا الحكي، او زد تربيع تساوي سالب 1 يعني زد يساوي موجب سالب اي. واذا رجعت احل بالتجربه يجيني بس سؤال اخر، هذا مثلا ناقص 1. يعني شلون يصير السؤال؟ هذا راح يسوي 11 زد تربيع وهذا راح يصير ناقص 12. من اريد احل بالتجربه زد تربيع بزد تربيع 12 بواحد موجب سالب، لان موجب 12 زد تربيع سالب زد تربيع هذا موجب 11 زد تربيع. هسه من حين هذه التجربه ايش راح يصير؟ اما زد تربيع تساوي سالب 12 يعني زد تساوي موجب سالب 2 جذر 3 اي، او زد تربيع تساوي 1. اذا تساوي 1 يعني زد شو يساوي؟ موجب سالب 1 بدون الاي. واضح؟ ميز بين حالتين، مره يطلع لك زد تربيع تساوي 9 ومره يطلع لك زد تربيع يساوي سالب. إذا زد تربيع يساوي 9 موجب سالب 3 بس. إذا زد تربيع يساوي سالب 9 موجب سالب 3 موجب سالب 3 هاي هاي إذا قال لك حل المعادلة في سي. أما غير الأعداد المركبة بالأعداد الحقيقية مجموع مربعين شو أقول عليه؟ يهمل يهمل، والفرق بين مربعين يكمل. إذا الفرق أي سهل جدا، الفرق بي هو أكثر أهمية. لحد الان بالوزاري ما شفنا سؤال بالصوره هذه، رقم موجود بالكتاب على شكل مثال وعلى شكل تمرين مرتين. يحل بالدستور الاي هو 1، البي يساوي سالب 3، السي هو 3 زائد. قانون الدستور هو يا طلاب من يجي يكتب قانون الدستور يقول لي اكس يساوي هذا، مو انه اكس يساوي من هو المجهول اللي نعطيك اياه بالسؤال؟ زد. اذا هنا نطبق قانون الدستور راح يقول لي زد يساوي. اذا زد يساوي شنو القانون؟ سالب بي موجب سالب تحت الجذر بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2. الاي من هو؟ الاي يساوي 1 والبي يساوي سالب 3 والسي يساوي شنو؟ السي يساوي 3 زائد راح يكون تطبيق مباشر. اذا معناها زد يساوي سالب بي معناها 3 سالب زائد موجب سالب تحت الجذر بي تربيع اللي هو 9 ناقص 4 في 1 راح ينضرب بالسي. اذا 2 في 1 2. هسه هذا شو راح يصير؟ انا اعطاني اللي يرد لي التكمله. شو راح يصير؟ نعم.
السهالة الثالثة موجب سالب نسبة. نعم. 9 ناقص 12. 9 ناقص 12 ناقص 4. ليش؟ لأن السالب 4 انظر مرة بالأول مرة بالثاني. سالب 4 في 3 سالب 12 سالب 4 في هاي سالب 4 هاي. هذا القوس إذا نكتبته يعني حل خطأ، يعني معناها الأربعة رح تضربها بس بالثلاثة. بعض الطلاب يضرب السالب 4 في 3 لكن الأربعة واحدة يضربها بالآي، يقول لي سالب 12 زائد 4 آي، ويمكن بعضكم ما يعرف هذا الخطأ. إذا هذا السالب 4 ينضرب مرة بالأول مرة بالثاني على 2 هذه رح تنزل 9 ناقص 12 سالب 3. إذا معناها الزد يساوي 3 موجب سالب جذر سالب 3 ناقص 4 آي على 2. أثناء تطبيق قانون الدستور مرة يطلع لي داخل الجذر مثلا 9 هذا مباشرة بشكل مثلا، مرة أخرى يطلع لي داخل الجذر سالب 9 هذا مباشرة أجد بدلالة آي، لكن إذا طلع لي داخل الجذر في الشيء بي آي لا يمكن حله إلا حد واحد. واضح؟ حتى لو كان حد واحد، حتى لو طلع لي داخل الجذر بس ثمانية آي، حتى لو طلع فقط سالب ثمانية آي ما أقول لي قد آي داخل الجذر لا يمكن حله إلا على الفرضية. إذا شو أسوي هسه؟ هذا راح أترخص منه، أقول له راح نعوفك في البره من الزمن، راح آخذ الجذر هذا وحده اللي هو سالب 3 ناقص 4 آي يساوي شنو هو؟ يساوي إكس زائد واي آي. احتمال بالوزاري تجي في التعليمات تقول الطلاب الريد المية صعبة جدا، كل اللي ياخذ الطالب 99 ما نريد هواي ياخذ المية، نريد 99 غيروا فالتغيير بسيط، السؤال يبقى منهجي ونريد الطالب ياخذ 99 شلون؟ يسوي هذا السؤال اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 3 زائد اي يساوي 7 غير شيء؟ غير شيء. زين من طبق قانون الدستور شو يقول؟ يقول اكس يساوي وهذا الحج يقول راح ينعاد نفسه. زين من اخذت الجذر شو راح يقول؟ اذا تقول اكس زائد واي اي راح ينقصك درجه حتى لو كانت تكمله صحيحه لان من سميت هذا اكس. زين هذا الاكس منو؟ هذا الاكس مال جذر لو الاكس مال دستور. فحتى لو كان حلك صحيح من حقه ينقصك درجه. فإذا كان هذا اكس هنا عدم الحروف يا غير. انت عندك خير من الله 26 حرف انجليزي. مو فمو الا اكس واي. اذا كان هذا اكس هذا ايش راح اسميه؟ اسمي مثلا اي زائد بي اي. حتى تخلص من الجيم. واضح؟ فبالكتاب من مسمي هذا زد متحمد. حتى يقول براحته الطالب يسمي اكس زائد واي اي. إذا راح يسميها اكس بعد ممنوع يقول اكس زائد واي اي لازم تختار اي حرفين. المهم هسه بتربيع الطرفين هذا شو راح يصير عندي؟ اكس تربيع او سالب 3 سالب 4 ناقص 4 اي تساوي اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد 2 اكس واي اي. والجدران التربيعين عمليه سهله صارت، خلينا واي اسئله على الجذور التربيعيه، حقيقي يساوي حقيقي يعني معناها اكس تربيع ناقص واي تربيع يساوي سالب 3 هذا رقم واحد، تخيلي يساوي تخيلي 2 اكس واي تساوي سالب 4. اذا معناها الواي شو تساوي؟ الواي تساوي سالب 2 على اكس هذه معادله رقم 2. وشفت هواي طلاب يكتب لي اكس تساوي صح، من تكتب اكس تساوي صح جدا، لكن راح تخلص ورا صاحبك بعشر ثواني. ليش؟ لان راح تجي تحوطه وتصير عندك معادله من الدرجه الرابعه، راح تلقى معامل الاس 4 سالب، راح تضطر تضرب في سالب واحد
يلا تحلل التجربة وراح تخلص وانا صاحبك بعشر ثواني جوز تستفيد من هاي عشر ثواني. فالافضل ان اسويها واي تساوي. اذا من عوض راح يصير عندك اكس تربيع ناقص اربعة على اكس تربيع تساوي سالب. هذا بعد راح اضرب المعادلة كلها في اكس تربيع. ايش راح يصير عندي هنا؟ اكس اس اربعة ناقص اربعة تساوي سالب الثالث اكس تربيع. بعد اصفر المعادلة. اذا اكس اس اربعة زائد ثلاثة اكس تربيع ناقص اربعة يساوي صفر. يؤدي الى راح احل التجربة اكس تربيع زائد اربعة واكس تربيع ناقص واحد يساوي صفر. من اليمن قول اكس زائد اربعة. هذا اكس تربيع زائد اربعة يهمل. هذه اخاف اجيب لك هذا السؤال بالامتحان منه اقول لك حل المعادلة بي سي. لازم يهمل. راح اقول لي اما اكس تربيع تساوي سالب اربعة اذا اكس تساوي موجب سالب اثنين هاي او اكس تربيع تساوي واحد يعني اكس تساوي موجب سالب واحد. اذا راح يصير عندك اكس تربيع تساوي واحد يعني اما الاكس يساوي واحد او اكس يساوي سالب واحد. صورة الواحد شنو؟ واي يساوي سالب اثنين على واحد. صورة الواحد هي سالب اثنين. الواي يساوي وصورة السالب واحد هذه تساوي اثنين. اذا معناها ناتج الجذر سالب ثلاثة ناقص أربعة آي. إيش راح يصير ناتج الجذر؟ راح يصير موجب سالب شنو؟ واحد نفس اثنين. لو دول اثنينهم لو دول اثنينهم إذا هذا راح يصير عندي واحد ناقص اثنين. خلص السؤال؟ لا ما خلص. إذا هذا فقط ناتج الجذر. حتى يخلص السؤال لازم شو تسوي؟ داخل القوس وحده داخل القوس وحده ترجع لهذه الخطوه. مرة تعوضها مكان الموجب ومرة تعوضها مكان السالب. داخل القوس فقط تعوضها مرة ويا الموجب مرة ويا السالب. إذا راح تقول لي أما زد يساوي ثلاثة زائد واحد ناقص اثنين هاي على اثنين. أو شو تقول؟ زد يساوي ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنين اي على اثنين. اذا كان بيناتهم زائد ثلاثة زائد واحد هذا اربعة. يعني هذا ايش راح يصير عندي؟ اربعة ناقص اثنين اي على اثنين اللي هو اثنين ناقص اي. واذا بيناتهم سالب جمع طرح الى جمع يعني هذا راح يصير عندي ثلاثة زائد سالب سالب واحد زائد اثنين اي على اثنين. لا ناقص واحد على اثنين. اذا هنا هو يساوي اثنين زائد اثنين اي على اثنين اللي هو واحد زائد اي. اذا من الاسئله الهامه جدا ورا ما حضرنا الفرع به راح ندخل بمرحله استراحه ويا ذني الاسئله الثلاثه وننتقل الى الفرع به بعد. واضح جدا بان هذا لا يحل بالتجربه. 13 منين جاي؟ 13 واحد ما ممكن يطلع عندي خمسه. اذا راح اجي احلها في الدستور شو اقول هنا؟ زد يساوي شنو قانون الدستور؟ سالب بي موجب سالب تحت الجذر بي تربيع ناقص اربعه اي سي على توري. الطالب اللي معها قانون الدستور لا يلومنها الا نفسه. لا تقول لي انا ما ادري كتبت هنا زائد ما ادري كتبت هنا موجب سالب اعطيك صفر. قانون الدستور من الاساسيات لازم حافظه. لا تقول لي ما اكتب قانون الدستور بس انا اعوض ببالي لا اعطيك عليه درجه. من هو الاي؟ اثنين. هو اثنين. اذا الاي يساوي اثنين والبي يساوي سالب خمسه والزيد يساوي 13. إذا من نحول قانون الدستور راح يصير عندي زد تساوي خمسة موجب سالب تحت الجذر. من يتم من تعويض الجذر؟ المفروض السؤال تحله
تعويض الجذر ب تربيع ناقص 4 اي سي امتعد 25 اذا 25 ناقص 4 في 1 ب 13 شلون صلوا على راح يصير مو في 1 عفوا 4 ب 2 هذا 8 في 13 اذا مش قد اذا 104 على 2 في 2 اللي هو 4 هسه 75 ناقص 104 سالب 79 اذا ويساوي 5 موجب سالب تحت الجذر سالب 79 على 2 هذا السالب هسه اكو داعي حلك الفرضيه؟ لا استاذ ماكو داعي ما قول ما لي اي السالب يحول الى اي والجذر هذا ما ينجذر يبقى على 4 اذا هذا راح يصير 5 موجب سالب جذر 79 اي على عفوا على 4 لهنا ايش قد اعطيك من 10 لهنا اعطيك 9 من 10 ليش اريد منك صيغه جبريه شنو صيغه جبريه ايش راح يصير 5 على 4 هي هذه 4 مره يصير جو الاول ومره يصير جو الثاني شكرا اذا هذا راح يصير 5 على 4 موجب سالب جذر 79 على 4 الفرح هي ايضا استراحه شو نسوي هنا؟ حول ال 4 جذر 25 اي يعني 25 تحول وال 4 تنزل مقام اذا هذا السؤال اكيد ما يليق بمقامكم ويقول ما اللي يجينا بالوزاره 4 زد تربيع يساوي سالب 25 اذا معناها يؤدي الى زد تربيع يساوي سالب 25 على 4 اذا زد تساوي موجب سالب 5 على 2 5 على 2 اي اذا هنا راح يصير زد يساوي موجب سالب 5 على 2 اي حتى تخلص الاستراحه هذا السؤال يحل بطريقتين يحل بالدستور ويحل بالتجربه بعد التحوير اذا اريد احل بالدستور الاي شو يساوي؟ الاي يساوي 1 والبي سالب 2 سالب 2 اي والسي تساوي 3 اترك الدستور عليهم. اذا راح تكتب قانون الدستور وتحله بالدستور، هسه راح احله بطريق اخر تجربه، لكن مو كل الاسئله تحل بالتجربه، هسه هذا الثلاثة منين جاي؟ لا لدي واحد، ما راح يطلع عندي حتى لو وصلت لان هذا 2 اي. يعني راح توصلني رساله تقول اجعل هنا اي تربيع على مود اقدر احلل التجربه من حقي اضرب في اي تربيع؟ سالب اي تربيع لازم سالب اي تربيع اذا هذا راح يصير زد تربيع ناقص 2 زد اي وناقص 3 اي تربيع يساوي صفر هسه ينحل التجربه ولا لا؟ اذا راح يصير زد ناقص 3 اي وزد زائد اي تساوي صفر سالب 3 اي زد وموجب اي زد هذا سالب 2 اي زد اذا اما او اما زد يساوي 3 اي او زد يساوي سالب اي اذا حللت بالدستور فالمفروض يطلع نفس الجواب فهيش نوع من الاسئله اذا تجيك الامتحان انت مخير بين يعني حل الدستور وحل التجربه الفرع دي من الأسئلة الهامة جدا جدا ويحل بطريقتين يحل بالطريقة الرياضية ويحل بأسلوب الشعور الرياضي بالبداية هذا الهاي راح يطلع القوس يعني راح يصير عندك زد تربيع زائد 2 زد زائد 2 اي ناقص اي تربيع من السالب اي تربيع؟ واحد اذا راح يصير 1 زائد 2 اي يساوي صفر الاي يساوي 1 البي يساوي 2 السي يساوي 1 زائد 2 اي اذا معناها الزد يساوي سالب بي
موجب سالب تحت الجذر ب تربيع ناقص 4 اي سي على 2 ويساوي سالب 2 موجب سالب تحت الجذر من البي تربيع 4 البي تربيع هذا 4 ناقص 4 في 1 في 1 زائد 2 اي على 2 بعد هذه سالب 4 راح تدخل على القوس اذا هنا ويساوي سالب 2 موجب سالب تحت الجذر 4 ناقص 4 ناقص 8 اي على 2 4 ناقص 4 صفر اذا ايش راح يصير عندي ويساوي سالب 2 موجب سالب جذر سالب 8 اي على 2 هذا اقدر اقول السالب يحول الى اي لا الا على الفرضيه ما اقول عندي سالب ما اقول عندي اي تحت الجذر اذا الفرضيه جذر سالب 8 اي تساوي اكس زائد 1 بعد بتربيع الطرفين يؤدي الى سالب 8 اي تساوي اكس تربيع اكس تربيع اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد 2 اكس واي حقيقي يساوي حقيقي من الحقيقي هنا الحقيقي يساوي صفر اذا معناها اكس تربيع ناقص واي تربيع يساوي صفر مباشرة أعطيها معادلة رقم 1 2 اكس واي تساوي سالب 8 اذا الواي شو يساوي؟ الواي تساوي سالب 4 على اكس هذه معادلة رقم 2 عوض في 1 اذا ايش راح يصير عندي هسه؟ اكس تربيع اكس تربيع ناقص 16 على اكس تربيع تساوي صفر بعد اضرب المعادله كلها في اكس تربيع اكس اس 4 ناقص 16 يساوي صفر لو تلاحظ كل الاسئله نفس الشيء نفس الافكار اللي تنعاد عليك بيش على هذه؟ ورقين مربعين اذا هنا راح اقول اكس تربيع ناقص 4 واكس تربيع زائد 4 يساوي صفر. موجب مجموع مربعين هذا راح اقول عليهما هذا اكمله. لو نعطيك هذا السؤال يقول لك حل المعادله باسمها. راح يصير اما اكس تربيع تساوي 4 اذا اكس تساوي موجب سالب 2 او اكس تربيع تساوي سالب 4 يعني اكس ايش قد؟ موجب سالب 2 إذا موجب كانت نعم إذا كانت موجب إذا موجب أيسر إذا هذه ما تنحل تجربة ولا تنحل ورقتين مربعين هذا راح ينحل مستقبلا في نهاية الفصل الأول باستبدال جنوبا لو كانت اكس 4 زائد 16 إذا اكس تربيع شو تساوي؟ تساوي 4 إذا أما اكس تساوي 2 أو اكس تساوي سالب 2 صورة 2 شو تساوي؟ الواي يساوي الواي هي منه سالب 4 على اكس اذا صورة 2 هي سالب 2 وصورة سالب 2 تساوي 2 اذا ناتج الجذر شو يساوي؟ جذر سالب 8 اي تساوي ايش راح يصير هنا؟ سالب 2 ناقص 2 خلص السؤال؟ لا ترى انا عاوز السؤال يعني هذا حرجع لنا اذا راح اقول اما زد يساوي سالب 2 زائد 2 ناقص 2 اي على 2 او زد يساوي سالب 2 ناقص 2 ناقص 2 اي على 2 التكمله هذا راح تطلع عليك حتى تطلع للفرصه راح احل السؤال بطريقه الشعور الرياضي. السؤال زد تربيع زائد
2 زد زائد 1 زائد 2 اي يساوي 0. شلون تشعر بالسؤال؟ لو اجي اسحب عامل مشترك من الحد الثالث الثاني والرابع شو راح يبقى عندي؟ يبقى Z زائد I من الأول والثالث. أقدر أسوي في الشيء أطلع منها Z زائد I؟ Z تربيع زائد 1. أقدر أسوي في العملية أطلع منها Z زائد I؟ أضرب يسار I تربيع وأحلل الفرق بين المربعين. هذا الحكي راح أسويه السنة، يعني راح يصير عندك Z تربيع ناقص I تربيع، يعني هذا الواحد ايش ضربته؟ سالب تربيع. في سالب اي تربيع. منا سحبت 2 عامل مشترك زد زائد اي يساوي 0. ينحل هذا الفرق بين المربعين؟ ينحل. ايش راح يصير؟ زد ناقص اي زد زائد اي زائد 2 زد زائد اي يساوي 0. هذا كله اعتبر حد اول، هذا كله اعتبر حد ثاني. من العامل المشترك؟ زد زائد اي عامل مشترك. ايش راح يبقى هنا؟ زد ناقص اي. ايش راح يبقى هنا؟ زائد 2 يساوي 0. من قوسين يساوي 0. اما او اذا راح يصير اما زد يساوي سالب اي او زد يساوي 2 من تعبر سالب 2 وسالب اي من تعبر راح يصير موجب اي. هل كل الاسئله تحل بالشعور الرياضي؟ لا مو كل الاسئله، سهلة الفرق بي ينحل لكن صعب جدا. هذا السؤال اذا اجاك في الوزاري كيف تحل على القانون الرياضي او الشعور الرياضي. كل يوم راح نقول 10 ايش؟